بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، في كل صحة وعافية إن شاء الله. اليوم غادي نقترح لكم لباط بصوص بيضة بدون كريمة، فقط مكونات موجودة في المنزل ديالنا. يلا بلا ما نطول عليكم نبداو المقادير. بسم الله نبداو المقادير. غنحتاجو كمية من صدر ديال الدجاج، الكمية كتبقى حسب عدد الأفراد. ونحتاجو التومة، عصير حامض، سكنجبير والبزار والملحة والزعتر والزيت البلدية باش نتبلو صدر ديال الدجاج ديالنا. بسم الله نبداو التقطيع ديال صدر ديال الدجاج ديالنا. تقطع حسب الرغبة، بغيتو تقطعو طروفة صغيورين، بغيتو تقطعو طروفة كبار، بغيتو ديرو شرائح اللي بغيتو، كتبقى حسب الرغبة ديالك. انا قطعتو على هاد الشكل هذا كيف كتشوفو معايا. دابا غنبداو باش نشرمل الصدر ديال الدجاج. حطوه في شي اناء بعد ما قطعناه، نضيفوا ليه الثومه. انا درت هنا 4 ديال الدروس محكوكين، عصير حامضه كامله، معلقه سكنجبير، نص معلقه صغيره بزار، ملح حسب الذوق، والزعتر، الزيت البلدية شي شوية فقط. ممكن إضافة الزير كيعطي واحد النكهة زوينة حتى هو. كنديرو الماء ديالنا يغلي فيه الملحة وقطرات من الزيت، وكنضيفو ليه لي بات ديالنا. أنا اختاريت هاد النوع هذا، ممكن تضيفو أي نوع نتوما بغيتوه. كنسخنوا المقلة ديالنا مزيان ونديروا الدجاج ديالنا ونبداو نقليو فيه. ملي يبان لينا دخلوا الطياب كنضيفوا بصلة متوسطة مشلضة مزيان. نخليو البصلة والدجاج ديالنا يطيبوا. ممكن الاستغناء على البصل الا ما كانتش كتعجبكم النكهة ديالو. وباش تصايبو الصلصة البيضاء اللي غنرافقو بها الطبق ديالنا، غنحتاجو ياغورت طبيعي، جوج كيسان ديال الحليب، ثلاثة د المعالق ديال الزيت البلدية، ثلاثة د الفرماجات، معلقة كبيرة ديال النشا، والملح حسب الذوق. غنقوم بوضع جميع المكونات في الخلاط الكهربائي. انا ضفت حتى البزار شويه فقط، ممكن الاستغناء عليه. نخلطوا جميع المكونات ديالنا مزيان حتى ينسجموا لينا. بعد ناخذ الخليط ديالنا نديرو في الكسرونه، نوضعوا الكسرونه ديالنا فوق نار مهيله ونبقاو نخلطوا بشويه بشويه. وحنا كنشوفوا القوام ديال الخليط ديالنا ملي يختار لينا ويولي كريمي نطفيو عليه. بعد ما طابوا لينا لي بات ديالنا صفيوهم ونخليوهم يقطروا. بعد ما طاب لينا الدجاج ديالنا نضيفوا عليه لي بات اللي صفينا، نخلطوا الدجاج ديالنا ولي بات بهذه الطريقه كيف كتشوفوا. وهكذا الطبق ديالنا كيكون وجد. ممكن تقدموه بهذه الطريقه، كنديروا لاصوص ديالنا من الفوق فقط، او ممكن نخلطوا جميع العناصر ونقدموه بالصحه والراحه. كنتمنى الوصفه تعجبكم وتجربوها وتروقكم. اذا عجبكم لا فيديو لايك وفعلوا جرس التنبيه باش يوصلكم كل جديد.
ما تنساوش تصليوا على خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. نتلاقاو في فيديو جديد. سلام.